هلا والله بالشباب، حياكم الله في فيديو جديد لعبة مودرن وارش. بنبدأ بتجارب قطع الحدث المدفوعة والمجانية، ونبدأ يا شباب بقطعة الحدث المدفوعة الرئيسية اللي سعرها 100 دولار وتنزل ل 40 دولار بعد ما تكمل الحدث بالكامل. راح يكون السعر 40 دولار يا أصدقائي. قطعة الحدث هي البروجكت 1164 اي سي ان بروجكت. من الشكل الأولي تخيلون الفارياج يا شباب الروسية، لكن السفينة هذه والطراد هذا عملاق صراحة وبكمية تسليح رهيبة. فاللايك والمشاركة جدا مهمة، وخلنا نشوف هل هذا الطراد يستحق أم لا. نأتي إلى البدن، فالبدن 520 ألف. لارين جقد 507. الجرافت جقد 520 أيضا. فذن الطرادات المدفوعة يا شباب الأساسية اللي ممكن احنا نرشحهن وننافسهن. بروجكت مساوي للجرافت، السرعة 23 عقدة، اللارين 22، الجرافت 23، الرادار 9.8، هنا 9.1، وهنا 9.9، والسونار 2، هنا 2، وهنا 2.8. يعني تقريبا متشابهات بالصفة العامة يا أصدقاء، لكن كتسليح صراحة رعب شامل للأمانة. فتمتلك صواريخ دي اف 21 دي، صواريخ دي اف 21 دي يطلق 4 اطلاقات دفعة واحدة. شوفوا الصواريخ، شوفوا الشكل مالتهن. المتانة مال الصاروخ 200، والضرر 32501، والسرعة عالية 583، مع ريلود تقريبا 10 ثانية مقبول جدا، ومدى 10 كيلومتر. ممكن المدى يكون قليل نوعا ما، والاستحواذ عالي 2.5 ثانية. الصاروخ مواصفاته مضاد للسفن متوسط المدى ذو مرحلتين. حلو، هذا الصاروخ الاول CX-1A. المتانة 70، الضرر 14300، السرعة 505 اقل، والريلود 8 ثواني، ومدى عالي 13 كيلومتر، ويطلق 6 اطلاقات بالدفعة الواحدة، واستحواذ ثانية ونص. نيجي عليه، الصاروخ مضاد للسفن بعيد المدى، اسرع من الصوت ذو مرحلتين. يعني هذا الصاروخ مواصفاته اسرع من الصوت، عكس ذاك. طبعا عندنا 4 × 6 = 10 صواريخ، مع صاروخ متغير حطيت تام كصعدنا 12 صاروخ، مدفع حطيت تي ام اف، راجمة صاروخية احتاجها مع تامكا، بعدين اطلق اطلاقات حتى اموه العدو، مروحية حطينا الصينية، المدفع الاوتو الصيني السابق، ولأول مرة سويت ميكس دفاع جو ريم مع تايب، سويت هاي الميكس. خل اشوف بيسد دفاعات جو متغيرة مع دفاعين مغلقة اتش كيو يا شباب، اللي يطلق اطلاقة واحدة بدمج 1267. يعني حبيب قلبي حبيب قلبي، الدفاع الجوي كارثي بالقوة، لكن المشكلة تبقى نقص بها شغلة التوربيدات. لو حطينا توربيدين واو، حرفيا واو. ما حاب اطول عليكم يا شباب، خلينا ننتقل الى الاونلاين. اوكي يا شباب نبدأ. هذا محمد طارات، عندنا محمد طارات. اوكي السكين حلو، طبعا ما حكي عن السكين، السكين حلو صراحة. هل يطلق لي شعلاته؟ الله 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 الله، هذا متيه نفسه مايكل منصور. كل ما ادري شارح من عندي ليش ما ادري. يلا مو مشكلة، اول هجوم 204000 فاس ابو مايكل منصور. اتوقع ماكو هيج لعب مستحيل يعني مسوي بروحه هيج شي. وال راحت السيان تاب ايضا. خلينا نبوش، خلينا نختبرها بالبوش. طائرات هنا نجتي، دفاع الجو سوى شغل نظيف. الله 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 الله، شنو هذا الأنف بالجيم هذا؟ كمية عنف كبيرة. شنو قدامي؟ ناخيموف، الطراد ناخيموف. يعني بعد ما أقول عليه تشيس كتل، السرعة حلوة بالنسبة لهذا الطراد. اوكي
لا والله بقت الحاملة نخي ما براح. هذا الجيم ما استفادت من عنده شيء للأمانة، هيجي بس مجرد دخلنا حصلت الأسد الفلوح من عندنا. الدفاع الجو سوى حشر الدنيا حشر. ملحق اتنفس، ملحق اتنفس. ناخذ جيم ثاني، اريد جيم عنف. هذا ما بي عنف، هذا جيم اصلا عادي اصلا. اي والله جيم ثاني نفس الماب. وال عدم حامضات، ما انا حامضات عدم يا موت. يلا هذا يكون اختبار احسن، هذا يكون. يلا سلام، انت طالع ولا انا طالع؟ لا انت طالع ولا انا طالع. يا ماتو حمطارات غواصة دبل يا ماتو. عندنا ماس ما عندهم، شوف عندهم بارجات، عندهم حاملة طائرات، يعني المفروض يكون الجيم عنيف وخطير وقوي. دخان دخان دخان، تلوث جوي. يلا تلوث جوي. هنالك تلوث جوي. خلي هاي زين، هاي زين. شعلاتك ابو ياماتو عافيه. الان انت وضعك صعب. لقينا ابو اليمات الثاني. دمج يا الهي، وحمل الطائرات تنتهبد وعبيت الزباوي كمان. شنو هاي؟ شنو هالدمج؟ عشان ما عندي شي ضد الغواص صراحة. لا يوجد لدي شيء ضد الغواصة، بس حرفيا يعني اوكي ممكن نقول ال 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 مروحية في العبدو. هلا اكسجينك حبيب قلبي. يا الله طين بعد جيم الاخ. اوكي يا شباب حامل الطائرات، عندنا بوت حامل. اشكرهم من مرة يعني سووا لنا شيء، حطوا لنا بوت حامل الطائرات. يعني سورد سورد اراجانس، حرفيا حرفيا الصواريخ الخاصه بها خصوصا الصاروخ الاول دي اف 21 جدا مزعج وخطير، والصاروخ الثاني مدى بعيد ايضا مزعج. يعني ميكس اللي حاطه خطرة جدا، ممكن كراجم الصاروخية ممتازة حتى ازعج الغواصات ايضا تكون الفيخر. صح سعرها غالي بس راح تكون رهيبة. يعني نحتاج التمويه، شفتوا طريقة التمويه اللي استخدمها بين الراجمة والاتامكا، ينطون الشعلات اطلق الصواريخ الاولى والثانية، راح اضمن دمج قريب الميتين الف. ما شاء الله الصواريخ يعني حبيب قلبي، الدمج رهيبة، الدفاعات تشتغل مسافات بعيدة. شو حتى هو انطلق الشعلات الدفاعات اتدمجت. شوف شوف ركز ركز ركز.
ثمانية صواريخ. اهلا ابو السورد. الله ساتر، تربيدات اذتنا والله، تربيدات اذتنا حين. انا بالغواصة. ساتر على دمي، الله على دمي. هم زين بالغواصة يعني، هنا انا نجوت باعجوبة للامانة بهذا الجيم، نجوت باعجوبة. احتاج لي هيلينج ثاني. الدفاعات الجوية مسوية شغل نظيف جدا، مية مية الشغل مسويته. أتوقع الصور الثانية. راح 77,000. كمان كمان كمان. تشتغل صح الدفاعات. ولد شباب، ويل على التربيدات، ويل على التربيدات، ويلي ويل على التربيدات، ويلي طرات خطر. او حلو بيه يتحمل قتل زين، يعني يتحمل قتل بدل ما انت جيد مثل الجراف، مثل اللارين بدل هن جيد. طرادات ما بيهن مشاكل، منافس قوي صراحة الجراف واللارين. كمية تسليح البي هي جماليته بيها، جماليته بكمية تسليحة. ودع 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 ودع. أمامكم ثلاث جولات، ممكن جولة نستثنيها باعتبار ما حصلنا دمج عالي، بس الجولة الثانية والثالثة بالتحديد هاي كانت معارك طاحنة. هل يستحق أم لا يستحق؟ الرأي لكم هالمرة، وفي أمان الله.